يلا يلا عطونا فهد بن حسن القحطاني. تحية لفهد يا مرحبا. حيا الله الشيخ فهد. حياك الله. حيا ابو حسن. مرحبا. كيف انت؟ عساك طيب؟ وش حالك؟ الله يبقيك. عساك بخير. وش حالك؟ عساك سبحان طيب. الله، امس معنا متسابق اعزائي المشاهدين اللي من اللي هو سعودي وعايش في الامارات اللي اسمه ظافر القحطاني. والله توقعت انه اياه والله، صح ولا لا يا ها؟ شفت؟ يعني حتى الكنترول اتفق معي في الموضوع هذا يعني، فوالله توقعت. يخلق من الشبه 40. يا ونعم فيك انت وياه. معلش زود جعل عمرك يطول. طيب. هذا ابن عمه فيك. يقول خليك مع القوم تشيل الكايدات. يقول طال عمرك ها. يقول يا هاجسي ما عاد فيها سواليف. سواليف جات المهمة وانت قد المهمة. قد المهمة. اطلع بهروس العلا والمشاريف ولا توردها على غير جمة. اما ولا تحسب للتعب والتكاليف ما ينقص من الشعر والهرج. تمة صح لسانك يا مرحبا والله. عليكم زود. يلا يا ابو حسن عندك الصناديق اختار منها. حاطنا اخوي 15 دائما احبه. 15 يوفقنا. نعم يلا يوفقنا وياك. السؤال يقول ركزوا معي يا شباب. السؤال يقول في اي مدينه توجد مدرسه القبه الشرعيه ومدرسه الشلهوبيه في الطائف القطيف الاحساء؟ في أي مدينة توجد مدرسة القبة الشرعية ومدرسة الشلهوبية؟ الطائف القطيف عينك، الطائف القطيف الأحساء. هدي عد السؤال. السؤال في أي مدينة؟ خلاص بنتي الوقت. في أي مدينة توجد مدرسة القبة الشرعية ومدرسة الشلهوبية؟ الطائف القطيف الأحساء. الأحساء. روح عدد الإجابة. إخوان يلا. والله إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. ما شاء الله. سؤال الشاي ما شاء الله اليوم متوزعين من يسار مسور بعايض القحطاني ها؟ والله أنت وحظك. أنا اخترت الصناديق عندك.